تحياتي مرة ثانية، رجعنا بعد الفاصل، والآن حان ما نسوي طبقنا الأخير مفروكة جوز الهند. خلينا يعني نشوف مقاديرها حتى نبدأ مباشرة في تجهيزها إن شاء الله. مقادير طبق الحلويات اللي هي مفروكة جوز الهند. إذن كوبين من مبروش جوز الهند، نصف كوب من الزبدة، وكوب من السكر الناعم، نصف كوب من القطر الكثيف أو السيرب الثك، وكوبين من الفستق الحلبي المفروم. حلوياتنا كثير سهلة وبسيطة. نبدأ مباشرة في عملية إعدادها. هاي عندي المقادير هون زي ما أنتم شايفين، عبارة عن جوز هند، سكر ناعم، قطر، ونص كوب من زبدة المراعي. مباشرة راح أضيف جوز الهند في طنجرة سخنة، وراح أضيف نص مكعب أو نص قالب من نص كوب من زبدة المراعي، ونبدأ في تجهيز أو تحمير جوز الهند مع زبدة المراعي حتى تنطبخ كلها مع بعض لمدة تقريبا من 6 إلى 7 دقائق. طبعا هون الوقت معانا شوي مش راح يسعفنا كثير، لكن راح أضيف سكر البودرة مع جوز الهند والزبدة، ونبدأ في عملية الطبخ. هون بدي أضل أطبخ فيها حتى يصير لونها شوي مائل، إنه تصير غامقة شوي، ما تكونش محروقة، يعني فيها شوية من خلينا نحكي اللون البني، البني الفاتح. أنا من الفكرة مش خبيب الألوان يعني، بس بقول لكم يصير لونها غامق شوية. أوكي، نضل نحرك فيها حتى كلها تدوب وتبلش. طبعا بس بمجرد ان انتم اضفتوا الزبده مع جوز الهند وهي المطيبات تبدا الروائح تطلع من الطنجره، روائح ولا اطيب. كيف؟ اوكي، حرك فيها. اوكي، نضل نحرك فيها حتى يصير في عندي عمليه. هو طبعا مش راح يكون معي وقت كثير حتى اخليها تصير لونها بني، وبالتالي بدي بسرعه اعملها، بس اعطيكم الفكره عنها. بنضل نطبخ فيها حتى تصير لونها مائل انه يكون بني. بس يخلص بضيف ايش؟ بضيف القطر اللي عندي، نص كوب من القطر، ومباشره في هاي الحاله وهي سخنه، انتبهوا وهي حبايبي سخنه، لا تستنوا عليها حتى تبرد. يا بنضيفها في جاط زجاجي، اوكي، يا اما بنضيفها في اكواب زي ما بسويها انا عندي، هو رح اسويها. ممكن نضيفها في جاط بايركس، ملاش لو اني حكيت الماركة يعني، ولكن بنضيف على وجهها اللي هي طبعا ايش، بنضيف على وجهها فستق الحلبي. اوكي، فيش معنا وقت كثير، احنا بنيجي مباشرة من الطنجرة. انا هون مستعمل طبعا زي كب صغير هيك رايح، شوفوا كيف صارت ستيكي عندي، مسكت على بعضها مباشرة. طبعا زي ما قلت لكم بدها وقت هي حتى تتحمر، وبعديها بضيف وهي سخنه بعدها فستق الحلبي على وشها من فوق، وبضغط بايدي حتى يتماسك عندي جوز الهند مع فستق الحلبي مع بعض هيك. اوكي، نعمل حبه ثانيه مشان السرعه. بس زي ما قلت لكم بدها 8 دقائق طبخ مع الزبده والسكر البودره، لا تستعجلوا عليها، ونفس الوقت ما تنسوها كثير حتى تظل عندي شكلها حلو ومرتب. أنا طبعا هون محضر لكم شوية من الجاهز، انتبهوا بدهاش وقت كثير، بس عبارة عنها تنشف رح تمسك كلها على بعضها وتصير قطعة واحدة، وفينا نطلعها من المولد أو القالب ونقدمها مباشرة بعد تقريبا نصف ساعة إلى ساعة. وفي حال حبيت إنه أنتم طبعا تسووها في جات بايركس كبير، نفس الفكرة، بنضيف طبقة جوز الهند مطبوخة مع زبدة المراعي والسكر البودرة والقطر، وبعدين هي سخنة بنضيف عليها الفستق الحلبي وبنقدمها بعد تقريبا ساعة إلى ساعة ونص. وهي طبعا من الحلويات البسيطة. معنا كثير وقت عالي ضايل؟ سؤال، دقيقتين، ممتاز. خلينا أعمل آخر حبة هون وبعدين أقدم لكم اللي جاهز عندي. أوكي، بهالشكل. شوفوا هون أنا عندي جاهز، شوفوا كيف هاي عندي جاهز هون، عملته بالبيت امبارح بالليل، شوفوا كيف شكله، منظره طيب وريحه ولا اطيب. يقدم يعني ممكن تسويه ست البيت قبل الفطور بشوي، وعلى الافطار ممكن تقدمه. شوفوا كيف منظره، ما احلى وما اجمله، وكثير بسيط.
حلويات. طيب ممكن في حال انتم ما كانش معكم بادجت انكم تجيبوا طبعا الفستق الحلبي، استعملوا اي شيء بدكم اياه، استعملوا لوز، استعملوا فستق عبيد، ما تضيفوا شيء برضه موضوع طبيعي، لا تشيلوا هم، لو سويتوها لحالها، لان كثير جوز الهند مش غالي. اوكي. هيك اول يوم من رمضان ان شاء الله نكون ما ازعجناكم كثير وكنا ضيوف يعني خفاف دم عليكم. اطباقنا اليوم خلصت، عملنا سمك مقرمش وعملنا سلطه مقرمشه كمان، وسوينا كرات اللحم النبيل ب طبعا قوارب الباذنجان، وان شاء الله نكونوا استفدتوا، وان شاء الله تكونوا حتستفيدوا من الاطباق هذه بكره وبعد بكره. بكره اعمل لكم اطباق كمان طيبه كثير، وحنبدا من بكره نرفع الوتيره شوي شوي ونعلي ان شاء الله حجم ومستوى الطبخ باذن واحد احد. اذا اعزائي مره ثالثه ورابعه وخامسه، كل عام وانتم الف خير، رمضان كريم ان شاء الله يا رب، وينعاد عليكم بالصحه والسلامه. بشوفكم انا بكره ان شاء الله في حلقه جديده من مطبخ الرؤيا مع نبيل، وانا بحكي لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.